أبدأ معك من تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والتي حذر منها من انهيار المفاوضات بسبب الهجوم الأخير والمستمر على كل حال على مدينة غزة. هل ترى أن هذه الهجمات العنيفة والشرسة لقوات الاحتلال على مدينة غزة من الممكن أن تعيد جهود المحادثات إلى مربع الصفر؟ وهل هذا ما يريده نتنياهو بالأساس؟ مساء الخير. أنا بتقديري أن هذه الجريمة وهذه المجازر التي ترتكب في غزة تأتي في سياق الأدوات التي يستعملها نتنياهو، في سياق الأدوات التي تستعملها المؤسسة العسكرية لمحاولة القول أننا بالقوة وبالقوة وحدها يمكن أن نخضع الفلسطينيين. أيضا هي تأتي في سياق محاولة نتنياهو التملص بشكل أو بآخر من إمكانية الذهاب إلى صفقة، هذه الصفقة التي تطيح بحكومته بشكل واضح في ظل التهديدات المستمرة التي يتلقاها من قبل شركائه سموتريتش وبينغفير، والحديث بشكل واضح وعلني من قبل هؤلاء أن الصفقة تعني انهيار الائتلاف، وأن الذهاب إلى صفقة في هذا التوقيت يعني عدم بقاء نتنياهو رئيسا للحكومة. هذا هو الموقف الذي يقيس من خلاله نتنياهو الخطوة القادمة، وهذا هو التوجه الذي يدفع نتنياهو سواء الذهاب إلى صفقة أو عدم الذهاب إلى صفقة. عمليا ما يقوده نتنياهو أو ما يريده نتنياهو من خلال الاشتراطات التي قدمها وبالتزامن مع التصريحات التي تأتي من قيادات الأحزاب المؤلفة لهذه الحكومة، هذا يؤشر أنه لا يريد الصفقة، وأنه إذا ما ذهب إلى صفقة هو يريد صفقة جزئية بشروط عالية جدا، على اعتبار أن القوة هي التي ستخضع الفلسطينيين، وعلى اعتبار أن تغيير حماس لشروطها والمرونة التي أبدتها هي ناجمة عن القوة والقوة العسكرية. هذا الفهم يجري تعميمه في إسرائيل، وهذا الفهم نابع بشكل أساسي من المستوى اليميني المتطرف في إسرائيل الذي يقول أن القوة حققت نتائج، وأنه يجري تعميم ذلك أيضا على المؤسسة العسكرية في إسرائيل، بمعنى أن مطلوب من المؤسسة العسكرية أن تواصل الضغط أكثر وأكثر وأن ترتكب المجازر أكثر وأكثر، ذلك وحده سيعيد المخطوفين وذلك طيب وحده هل ترى أن ذلك سيكون المطلق الذي تحدث عنه؟ هل ترى أن ذلك سيكون ناجعا لإسرائيل استخدام القوة المفرط؟ يعني هناك جهود أخرى أمريكية، ويليام بيرنز الآن في القاهرة وغدا في الدوحة، ويعودون بعد ذلك إلى القاهرة مرة أخرى. مصادر مصرية رفيعة المستوى تقول هناك اتفاق على الكثير من النقاط والمفاوضات ستعود إلى القاهرة بعد الدوحة. يعني هذه القوة المفرطة كما تفضلت سيدي، برأيك هل ستنجح إسرائيل بإفشال جهود هذه المباحثات؟ يعني هذا جزء من إمكانية إفشال هذه المباحثات، وهذه محاولة لإفشال هذه المحادثات والاشتراطات التي يجري طيب تقديمها ماذا عن أيضا هي في سياق في نفس السياق دكتور، وأعتذر على مقاطعتك، ماذا عن تنازل إسرائيل عن سيطرتها على محور فيلادلفيا وهو محور صلاح الدين ضمن صفقة التبادل المحتملة هذه مع حماس؟ يعني أليس ذلك تقدما إيجابيا أيضا من إسرائيل؟ إسرائيل أولا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي وإمكانيات الضغط الأمريكي على إسرائيل، أنا بتقديري الآن اليد العليا للإسرائيليين وليس للأمريكيين. فيما يتعلق أو في أسباب تفسير ذلك، الولايات المتحدة تقترب من حملة الانتخابات، الصورة المتعثرة التي ظهر بها بايدن في المناظرة الأخيرة مع ترامب، هذا مؤشر على أنه لن يكون سيد البيت الأبيض القادم، وبالتالي لماذا يقوم نتنياهو ولماذا تقوم الحكومة الإسرائيلية بإهداء هذا الموقف أو هذا الهدنة لبايدن الضعيف؟ لماذا لا ينتظر أكثر وأكثر؟ سيأتي ترامب الشريك الحليف، وبالتالي تتعظم قدرات إسرائيل أكثر وأكثر. أما فيما يتعلق بتنازل إسرائيل عن السيطرة على محور فيلادلفيا، هناك تعقيدات متعددة في هذا الموضوع، خاصة أن الموقف الرسمي المصري يقول أنه لن يتعامل بشكل أو بآخر مع أي جهة إسرائيلية على هذا المعبر وفي هذا المحور طالما أنه لا يوجد وجود فلسطيني ولا يوجد تعامل شرعي أو لا يوجد مكان في هذا المحور للشرعية الفلسطينية. وبالتالي حتى التنازل الإسرائيلي المقدم، هي إسرائيل تعرف أنه لن يكون
هناك استجابة من قبل الدولة في مصر، وبالتالي هي تناور طيب في هذا كان هناك اجتماع كان هناك اجتماع لمسؤولين أمنيين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر أمس أيضا في هذا الخصوص، ليس فقط لبحث صفقة التبادل وأيضا لإعادة فتح معبر رفح. وهيئة البث الإسرائيلية قالت إن إسرائيل ستسلم السيطرة المدنية أيضا على معبر رفح ومحور فيلادلفيا إلى مصر. هل تغيرت الأمور هنا؟ يعني ليس بالضرورة ما يذكر في الإعلام الإسرائيلي أن يكون قريب من الواقع أو قريب من الحقيقة. أنا بتقديري أن الموقف المصري هو أقرب إلى الحقيقة وأقرب إلى الواقع، وأنه ثابت منذ بداية هذا العدوان في محاولة لوقفه ومحاولة لإنهاء هذه المجزرة والمقتلة. أما من جانب آخر، لاحظي أن حاولت إسرائيل في السابق تمرير مثل هذه الألاعيب من خلال القول أن هناك تواجدا مصريا على المعبر وهناك حضور مصري في منطقة محور فيلادلفيا، ولكن في نفس التوقيت يقول نتنياهو أنه سيمنع عملية تهريب الأسلحة من مصر باتجاه قطاع غزة، وبالتالي هو يقدم نوع من المرونة وفي نفس التوقيت يقدم اشتراطات تنسف هذه المرونة. الجميع يعرف نتنياهو، هو يصرح صباحا بشيء وفي المساء يصرح بنقيضه تماما. هذا هو نتنياهو، هذا هو موقف الإسرائيلي بشكل عام، وبالتالي كل الأطراف الإقليميين كل الوسطاء هم يدركوا حقيقة هذا الموقف ويدركوا الألاعيب التي يقوم بها نتنياهو بشكل مستمر، وهو يوصف أيضا في الداخل الإسرائيلي بأنه ساحر لا يتوقف عن عملية السحر ولا يتوقف عن إخراج الأرانب من القبعة. وبالتالي كل هذا المشهد معروف وكل هذا المشهد لا يفاجئ أحد، سواء كان في المصريين أو حتى القطريين أو حتى الأمريكيين الذين يحاولوا بشكل أو بآخر الوصول إلى صفقة ومحاولة إنهاء هذه الحرب ومحاولة وقف نزيف الدم الفلسطيني. طيب لنذهب إلى الجبهة الشمالية وتطورات من حزب الله، والذي ربما تابعت تلك المشاهد أو الفيديوهات التي عرضها حزب الله وسماها سلسلة الهدهد لعدة محطات إسرائيلية استراتيجية في الجنان المحتل ومناطق أخرى أيضا في حيفا. ما الذي يمكن استخدامه ضد إسرائيل بهذه الفيديوهات، وما هي الرسائل التي يريد توجيهها حزب الله لإسرائيل؟ أنا بتقديري أن هناك رسالتين. الرسالة الأولى هي رسالة معنوية للجمهور في إسرائيل أن حزب الله يستطيع الوصول ويستطيع استهداف أماكن كثيرة في هذه الحرب إذا ما اندلعت المواجهة الشاملة، إذا ما ذهبت أبعد من ذلك، وأنه سيصل إلى أبعد مما كان متوقعا أو متخيلا إسرائيليا. الرسالة الثانية هي للمستوى الأمني العسكري الإسرائيلي أن حزب الله تطور كثيرا ويمتلك من الإمكانيات والقدرات العسكرية والتكنولوجية ما يستطيع من خلاله استهداف مراكز القرار ومراكز التأثير العسكرية الإسرائيلية سواء في منطقة الشمال أو حتى في حيفا وحتى في تل أبيب. وبالتالي هذه الرسالة التي يريد إيصالها حزب الله لربما بقراءة أعمق هي تأتي في إطار رسالة الردع ومنع اندلاع حرب مواجهة أو حرب مفتوحة يخسر فيها الطرفين من حيث المقدار الدمار الذي سيلحق بلبنان من قبل الآلة العسكرية الإسرائيلية، وأيضا مقدار الخسارة التي ستلحق بإسرائيل في ظل الانكشاف الذي جرى خلال هذه الحرب على قطاع غزة، الانكشاف للتكنولوجيا الإسرائيلية، الانكشاف للأسلحة الإسرائيلية. كل ذلك يعمق ويؤخر وربما يدفع الطرفين إلى الاقتراب أكثر وأكثر من إمكانية الوصول إلى مقاربة سياسية تنهي هذه المواجهة وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه. لربما ليس في هذا التوقيت أو لربما عفوا القول أن الحرب الآن لا تدفع أو لا تنفع الطرفين أو لا تصب في مصلحة الطرفين، وبالتالي تؤجل المواجهة إلى سنوات قادمة، تؤجل المواجهة إلى ظروف أخرى يستطيع من خلالها الطرفين حشد أكبر من القوات وحشد أكبر من الإمكانيات لتحقيق ما يريده أو لتحقيق النصر على الطرف الآخر. بجانب آخر أو بفكرة أخرى، هناك قناعة لدى مراكز الفعل الإسرائيلي وهناك قناعة لدى مراكز صناعة القرار في إسرائيل البحثي والسياسي، وهي تقول بشكل واضح أن المواجهة الآن مع حزب الله برغم الخسائر التي ستلحق بإسرائيل هي أفضل بكثير من تأجيل هذه المواجهة، خاصة أنه إذا ما أجلت هذه المواجهة
فإن حزب الله سيراكم مزيد من القوة وسيراكم مزيد من قدرات الاستهداف، وبالتالي ستصبح الخسائر الإسرائيلية في المستقبل أعلى وأكثر. هذه المقاربة تحاول من خلالها قوة يمينية، تحاول من خلالها مراكز التأثير في إسرائيل الدفع بالمواجهة إلى الطاولة وفتح حرب شاملة، خاصة إذا ما جاءت تطمينات من الأمريكيين، وإذا ما جاءت تطمينات من المستوى الأمني الأمريكي أن هناك انخراطا أمريكيا مباشرا في هذه الحرب لصالح إسرائيل.